نوال، نعرف أنه أنت صديقة للعراقيين، نعم يحبوك كثير لأنه من زمان زرت العراق 2002، وقتها غنيتي بملعب الشعب الدولي في بغداد. زرت العراق في عام 2021 في مهرجان بابل، وأحاطش العراقيين بكل محبة. خبريني عن ذكرياتك بالعراق. ذكريات ما بتنسى. وقت جيت زمان على العراق عملت حفلتين، واحد بالستاد وواحد كان عشاء كتير كبير، والحفلتين كانوا رائعين. يعني دغري حسيت حالي انه ما بدي فل من العراق، حس انه جاي عبالي اقعد بعد بالعراق. ونفس الشيء صار بمهرجان بابل. كنت طايره من السعاده بمحبه الناس، وكان استقبال رائع. ذكرتي انه جمهورك الاول، يعني اول من احبك هو الجمهور طبعا العراقي، صحيح؟ طبعا، وانا قلت على المسرح. من الامور اللي نذكرها انه تلقيتي دعوه وقتها بال 2002 من عدي صدام حسين، هل فعلا كان عدي صدام حسين مغروم او يحب نوال الزغبي؟ ما بعرف. بس تلقيتي دعوه. هن كانوا يعملوا الحفلات بوقتها، يعني اوكي. الفنان اللي بده يفوت على العراق كانت الدولة هي اللي تنظم الحفل. وبصراحة أنا وقتها كنت بين الإيه واللأ، وصديق لإلي فنان كبير هو شجعني وقال لي أمان وكل شيء تمام، ورحت على العراق وعملت حفلات بتاخد العقل، وهي هي اللي الوقت اللي تعرفت عليه بالحفلة. يعني من الفنان يشجعك انه تروحين العراق وما تخافين وقتها؟ جورج وسوف. الله، تحية تحية كبيرة يا ابو وديع. ابو وديع، السؤال الاول، من هي نوال الزغبي؟ امرأة حنونة حلو متفائلة حلو وطموحة، هول ثلاث اشياء عندي اياهم. هلا اذا تغير شيء فيهم باللي قلته قبل، خلينا نشوف. عام 1993 سألتي نفس السؤال، خلينا نشوف الإجابة. أكيد تغيرت الإجابة. مين هي نوال الزغبي؟ الله، نوال الزغبي مطربي، عمره 21 سنة، احترفت من حوالي 3 سنين، عندي كاسيت بالسوق جديد بيحمل عنوان وحياتي عندك. بطبيعة نوال الزغبي قلبها طيب كتير، بتحب الناس بس عصبية شوي. لو في منهم. طيب ما هو كنت كتير صغيرة. اي اي اي. معقول كل هالوقت ايه. وضل بفكر ال 21، هيدي ايه. مشكلة. اي لا، بالعكس التغيير حلو. السؤال الثاني، راح أتكلم، راح أقول السؤال باللهجة اللبنانية، لأن هو السؤال هيك. أوكي. شو بتقولي ديانا؟ راح تفرح لأن هي علمتني لبناني. شو بتقولي عن ديو؟ مين حبيبي؟ أنا مع وائل كفوري. وليه ما كررتي تجربة الديو حتى اللحظة؟ الديو مين حبيبي أنا، يعني من أنجح الديو عربيا صراحة، يعني صحيح. وبعده لهلأ كأنه هلأ نزل الديو، وتجربة كتير ناجحة بالنسبة لإلي. ما بفكر عيد هي التجربة، لأنه حاول حافظ على النجاح اللي وصلت له، يعني ما في أعلى من هيك. هل هو يعني خوف من عدم الوصول إلى نجاح مماثل؟ يعني ما بدي أقدم ديو مختلف جدا ويكون كمان هالقد مكتب له النجاح الكبير، وإلا لشو؟ خلينا نشوف الجواب. طبعا هذا السؤال كان برنامج نجوم في سطور عبر تلفزيون الكويت. انا كثير سعيده بهالتجربه، خاصه مع الفنان وائل كفوري، لانه نجحنا مع بعض هالفكره. حسيت انه اخذت حقها، وما حبيت كرر التجربه حتى مع غير وائل، لانه نجحت انا ووائل، مش من المفروض مني اني كررها مع غير وائل. نعم. وإذا بدي أختار نجم كمان بختار وائل. نفس الجواب. ما هو الألم الذي تخفيه نوال الزغبي الإنسانة ولا تريد لأي شخص أن يعرف؟ أكيد في ألم جواتي وما بحب حدا يعرفه، حتى أنتو. بس احنا قلنا انه هذه فقرة حقيقة، والجمهور له حق
أن يراك بشفافية ولو مرة. صح صح. بس أنه في مكان ما يعني الجمهور مش ضروري يعرف يعني. أنا صريحة معه كتير وبخبر كل شيء وكل اللي بده إياه بخبره إياه، بس بيبقى في شيء بحب حافظ عليه لنفسي ما حدا بيعرفه إلا أنا. هل هو هذا الشيء اللي يبكي نوال الزغبي وحدها بغرفتها بدون ما يشوف أحد؟ لا ما في شيء بيبكيني الحمد لله، بقى ما في شيء بيبكيني. أكيد بتحسي يعني بيني وبين حالي في شيء هيك بيجعني من جوا، بس هيك لفترة بتذكره وخلص. ابنتك تيا تحضر الآن للسفر لإكمال دراستها في إيطاليا بقسم الفاشن، أولادك الشباب إلى سويسرا. هل تخشى نوال الزغبي من البقاء وحدها في المنزل؟ ما رح أقعد وحدي أبداً. مستعدة نفسياً إنه الكل يسافر، الأخ والابنة والأولاد؟ طول ما هني عم بيكونوا مستقبلهم والسعداء باللي عم يعملوه أنا معهم، أنا بروح لعندهم عادة. لو استيقظت نوال الزغبي يوماً ووجدت تيا قد دخلت الفن، رح تقبلين إنه تيا تدخل الفن؟ تيا كتير ذكية وكتير واقعية، يعني إذا ما حست حالها ممكن تنجح كتير بهيدا الشيء ما بتفوت فيه. يعني إذا تيا حابة تفوت بمجال الفن إن كان الغناء أو التمثيل أكيد عندي ثقة باختيارها، بس في شيء هي بتعرفه إنه أنا هون بنسحب، يعني هي بتشق طريقة بحالها. اوعى تفكر انها تتكل علي، هي بدها تفرض موهبتها بايدها. وينك حياتي ناطرتك؟ كلش اسفه، عندي لك خبريه مو حلوه، انا تمرضت. يا الله. وهلا طلع مني بالطبيب وما اقدر انزل السوق اليوم. يا الله سلامتك. اليوم وبكره ترجعي. حياتي انت سلامه قلبك يا حبيبه قلبي، انتبه على حالك. انا رح اروح وحدي على القلعه، ولانه بصراحه كثير محمسه اني اشوفها. وسلامتك حياتي، ببوسك كثير كثير. اجمالا وعلى الاكيد لما بسافر ما بروح على اماكن اثريه، بس هي أول مرة بجي على مكان أثري. قلعة أربيل قد ما خبروني عنها بتطير العقل، والحلو فيها إنه قلعة بعدها مسكونة، يعني فيها عائلة ساكنة فيها. واو. ونحن هون بمنطقة السراي، محل ما كانوا يعيشوا فيها الأغنياء والمعون كتير مصاري.